الحكومة اللبنانية وجهت إنذار لشركة نوبل. هلا هي على ما يبدو ماشيين بالمسوحات، عم يعمل مسوحات، وبالتالي لبنان قام بالجهد القانوني المطلوب منه، مفروض يتابع بهذا الاتجاه. أي توقعات؟ هي توقعات افتراضية، ما فيك تحكم تماماً على الكميات قبل ما تحفر فعلياً، ولكن الأمل خير إن شاء الله، إنه الأمل كبير. هو من الممنوع إنه إسرائيل دولة هذه مغتصبة ما بعيد عنها تاخذ بترول، اصبعها كانت انت على الدولة اللبنانية تصبع بالعمل الخير لإلها ولشعبها ولدولتها لبعد 20 سنة، ما عم بفكروا إلا بنهارهم. لازم لبنان هو يكون ياخذ حقه بهالشغلة، وإنه هذا حقنا وهذا حق أولادنا بعدين، مش حقنا نحن بس. وكمان بدها تكون منظمة الشغلة، بده يكون في فريق خصوصي خبراء لبنانيين وطنيين كمان نوثق فيهم، هن يستخرجوا البترول، لأنه هذا بشكل قوة أساسية للبنان وثروة طبيعية مهمة.